يبقى اكس اور واي بيساوي 7 واكس اور واي بيساوي 1. طيب تعالى كده بص على السطر ده وتعالى نحاول نفهمه. السطر بيقول لي ايه؟ بيقول لي جي بتساوي الكلام بقى العجيب اللي ورا بعض. طبعا هو السطر لو انت اول مره تبص عليه كده ممكن يخضك، بس انت ممكن لو ركزت فيه هتفهم بمنتهى البساطه. ده عباره عن 3 لوجيكال اوبريشنز ورا بعض، اكبر من ريليشن اوبريشن ورا بعض، يعني ميكس ما بين الريليشن واللوجيكال. اكبر من او يساوي، يساوي يساوي، اند اند. فاكبر من او يساوي ده ريليشن اوبريشن بيقارن ده اكبر من ده ولا يعني اللي قبله اكبر من بعده ولا لا. ايكوال ايكوال بيقارن هل اللي قبله واللي بعده متساويين ولا لا. والاندنج بيعمل اندنج للي قبله مع اللي بعده، لوجيكال اندنج. طيب السطر ده فيه ميكس من الاوبريتورز فلازم هيتنفذوا بترتيب، واحنا عارفين ان الحاجات دي ترتيبها واضح. ترتيبها من اهو، اول حاجه بيتنفذ دايما الاكبر من او يساوي، وبعدين يتنفذ علامه اليساوي، وبعدين يتنفذ الاندنج او الاور. يبقى انا في الواقع اللي هيتنفذ بالظبط ان انا هاخد اللي قبل الاند، اللي قبل الاكبر مع اللي بعده، يعني 3 اكبر من او يساوي 6 ده يتنفذ اول حاجه. طيب 3 اكبر من او يساوي 6 ده صح ولا غلط؟ لا ده غلط، التلاتة اصغر من الستة، فمعنى كده ان التشيك ده غلط، يبقى ده هيرجع لي صفر. بالظبط كأني نتيجة الكلام ده كأني هكتب هنا صفر. خلاص حلو، يبقى يبقى اول اوبريشن دي هترجع لي صفر. صفر ايكوال ايكوال 4 ولا لا؟ صفر ايكوال ايكوال 4؟ لا صفر مش ايكوال ايكوال 4. حلو، يبقى صفر ايكوال ايكوال 4 يبقى كل ده كده هيرجع لي صفر. كويس، صفر اعمل لها اندنج مع 2، اندنج لوجيكال كمان، اللوجيكال اللي هو بياخد الرقم يطلعه اي رقم يطلعه بواحد ما عدا الصفر يطلعه بصفر، يبقى صفر اند واحد يبقى دي صفر. يبقى معنى كده ان الجي تطلع الفاليو بتاعتها بكام؟ الجي تطلع الفاليو بتاعتها بزيرو.